والرئيس طالب بالاسرع في المده المحدده لاتمام مراحل المشروع بالكامل حتى يتم نهايتها في العام الحالي وليس في العام المقبل كما كان مخططا. زي ما قلت في البدايه 28 شهر كان رقم قياسي جدا منذ اكتشاف حقل ظهر الى باكوره اول انتاج، مع ان المشروعات الثانيه زي ما قلنا بتستغرق من 5 إلى 8 سنوات في العالم، عشان كده يعتبر معدل قياسي كبير. وزير بترول طارق الملا قال في هذا الموضوع ان الانتاج المبكر لحقل ظهر يوفر انتاج كميات من الغاز، وهذا يوفر ايضا حصيله من الاستيراد من الخارج بنسبه تصل الى 720 مليون دولار في العام، تصل ايضا الى 2.5 مليار في العام مع استكمال المشروع بكامل طاقته. عشان نوضح، احنا النهارده مع مرحله الانتاج المبكر النهارده شرفنا سياده الرئيس بافتتاحها، هو عباره عن كميات من الغاز يتم انتاجها النهارده، وهذه الكميات من الغاز سيتم مقابل ذلك استيفاء كميات بديله كنا بنتم استيرادها من الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي هذه الكميه لما نيجي نترجمها تطلع حوالي 3 شحنات من الغاز الطبيعي المسال، وهذه الشحنات لما نقدر نقول ان تكلفه الانتاج من الشحنات اللي هنستوردها هتوفر لنا 60 مليون دولار شهريا، بمعنى اخر هيوفر لنا 720 مليون دولار في العام. ان شاء الله لما نستكمل باقي مراحل المشروع وحتى نهايه 2018 ان شاء الله هذا الرقم ممكن يتجاوز ال 2.5 مليار دولار في السنه. كنا زي ما بنقول في كل المراحل اللي كنا بنوصفها لما بنعمل خطه وبنقدمها كانت بتبقى الحقيقه فيها طبعا ضغط للوقت، ولكن برضو كان السيد الرئيس بيقول لا ده مش كفايه اعملوا لي تاني. فبالفعل كانت المرحله الاخيره اللي احنا بنتكلم عليها النهارده ضمن الشرح اللي كان قاله رئيس الشركه واللي انا وضحته في العرض باللوحات المختلفه اللي كانت على الشاشه. السنه دي على 2018 بنهايتها ان شاء الله نكمل بقيه المرحله الاولى والثانيه، وفي خلال 2019 نكمل المرحله الثالثه والاخيره اللي هي توصلنا لقمة الانتاج لهذا الحقل. ولكن كانت توجيهات السيد الرئيس ان احنا مش عايزين بقى 2019 دي، عايزين نخليها كله في 2018. ده الحقيقة اللي احنا هنشتغل عليه علشان نقدر نلتزم بتوجيهات الرئيس في ضوء وفي امكانيات الحاجات الفنية ممكن تتعمل، انما على القدرات البشرية نعملها ان شاء الله. يعني زي ما قال سيادة الوزير طبعا طارق الملا ان حيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهايه هذا العام ويصل الى 3 مليارات دولار سنويا، وده حيوفر اكيد النقد الاجنبي.